تكمل ان شاء الله. ايوه ايوه احسن.
يعني زي ما بنتابع مع حضراتكم الشاب احمد سعيد، واللي كان بيعمل عامل ديليفري في شركه طلبات، واللي تم طبعا يعني دهسه من قبل شبان سعوديان وهو يباشر عمله في منطقه سموحه في محافظه الاسكندريه. يعني السياره سحلته مسافه 500 متر، وزي ما شايفين طبعا يعني اصدقائه وزمايله في العمل الكل هنا في حاله حزن شديد على وفاه صديقهم الشاب احمد.
متابعينا في كل مكان، متابعين تلجراف مصر زي ما بنتابع مع حضراتكم. يعني مشهد حزين في جنازة الشاب أحمد سعيد، يعني الحزن بيخيم على جميع الوجوه زي ما شايفين، يعني أصدقائه جميعهم في حالة حزن شديد، يعني وأصدقائه تحديدا في العمل، لأن زي ما تابعنا مع حضراتكم هو كان يعني عامل ديليفري في أحد شركات توصيل الطلبات. شايفين مع حضراتكم هو يعني كان عامل ديليفري، ويعني زي ما شايفين كل زمايله
اصلا تعالى كده اصلا تعالى كده مشاهدينا في كل مكان، مشاهدينا في بلاد مصر، زي ما بنتابع مع حضراتكم الآن يعني جنازة مهيبة للشاب أحمد سعيد اللي تعرض لحادث أليم يعني أثر يعني دهسه من سيارة ملاكي كان يقودها شبان سعوديان قبل يومين، وسحلته السيارة لمسافة 100 متر تقريبا في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية. الشاب أحمد يعني في الوقت ده كان بيباشر عمله، وهو يعني بيعمل يعني عامل ديليفري في أحد شركات التوصيل، وأيضا بيعمل صيدلية، وهو طالب جامعي بالفرقة الرابعة في كلية التجارة. ويعني في ذلك الوقت كان يباشر عمله، يعني بداية الواقعة كانت خلاف نشر بين سائق تاكسي وشبان سعوديان، وأثناء فرار الشبان السعوديين قاموا بسحل الشاب أحمد سعيد لمسافة 500 متر تقريبا بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، ويعني أصيب بإصابات بلغة، والسيارة مستمرة في سيرها دون أن تتوقف، ويعني الشاب مسحول في السيارة مسافة 500 متر تقريبا، وهو كان بيباشر عمله في ذلك الوقت. طبعا يعني هو وصل للمستشفى في حالة حرجة، وطبعا
تم وفيه يعني بعد يومين من تعرضه للحجز. سنتابع مع حضراتكم جنازة مهيبة، يعني الحزن بيخيم على جميع الوجوه من الأصدقاء ويعني أهالي الشاب أحمد، ويتم تشييعه الآن إلى الأسبوع الأخير في مقابر العمود بمحافظة الإسكندرية.